كثيرة هي قضايا الفساد في تونس، فهو ينخر جميع القطاعات دون استثناء، هكذا تقول منظمات المجتمع المدني. حقائق لم تنكرها الحكومة التي ولئن أقرت بصعوبة المسار فإنها أكدت انطلاقها في مكافحة هذه الآفة. دينا في حزمة من الإجراءات، مثلا في مسألة الغيابات، في مسألة اليوم عدنا قاعدين نحضروا في حاجة أساسية هو الإقصاء من الصفقات. يعني اليوم المؤسسة أو المتعامل الاقتصادي اللي تثبت يعني تورطوا في عملية فساد أو محاولة إرشاء عون عمومي فهو يقصى ويحرم من المشاركة في الصفقات العمومية. هذا يقصى ويشهر به. حطينا ضمانات باش كل باش الانتدابات اللي في عام السنة مثلا تتم في منتهى الشفافية. حطينا حتى في لجنة المناظرات يكون ممثل المجتمع المدني بعضوين. علاش حطيناه؟ باش يكون المجتمع المدني يراقب من الداخل معناها الانتدابات. لأن مكافحة الفساد ثقافة ومسؤولية مشتركة، لابد أن تنبع من الدولة كذلك المواطن، فإن واجب التبليغ عن كل شبهات الفساد باتت أولويات الحكومة، إلا أن التشريعات ما تزال منقوصة، على رأسها حماية المبلغين. مهم برشا زاده اللي احنا نشوفوا زاده حمايه حتى الشهود، مشكل المبالغين كهو، وزاده كيف شنو هو مقال الشكاوي اللي باش تقديمها، على خاطر النجم احنا نقولوا للناس امشيوا بلغوا انتم محمين، لكن بعد شنو باش يصير فيها الشكاوي هذه، وكيف كيف يعني كيفاش المشروع هذا كما كل مشاريع القوانين كيفاش يتم تطبيقه. قد يمثل المواطن جزءا مهما في مكافحة الفساد، ولكن الحلقة الأكبر تبقى الإرادة السياسية لذلك. ولكن رغم ما تبديه الحكومة من عزم على مكافحة هذه الآفة، فإن الميزانية المرصودة إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بدأت تثير الشكوك حول مدى مصداقيتها، تقول الهيئة. كي نعملوا ترتيب متاع الدول اللي تساند ماديا ولوجستيا الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اللي هي وطنية واللي هي باش تصبح هيئة دستورية، نجد الدولة التونسية الحكومة التونسية في أسفل الترتيب. نحن ليس لنا أن نناقش تفاصيل ميزانيتنا، لنا أن نطلب ميزانية، والسيد معناها رئيس الحكومة هو اللي مؤهل باش يحدد هذه معناها الميزانية، ثم يقع مناقشتها في مجلس نواب الشعب. البارح تفاجأنا يعني المبلغ اللي عرضته علينا وزارة المالية أنا ما نجمش حتى نقوله لحد الآن، ما فماش إرادة سياسية، وهذا علاش أنا طالب تحكيم السيد رئيس الحكومة في هذا معناها الموضوع. كثيرة هي المعطيات التي تعكس تعثر مسار مكافحة الفساد في تونس، تأتي على رأسها الملفات العالقة صلب هيئة الحقيقة والكرامة، كذلك حجم الميزانية المعروضة على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. ورغم مؤشرات ارتفاع هذه الآفة بعد الثورة، فإن الحكومة تسعى إلى كسب ثقة دولية في سياستها بهدف دفع الاستثمار وفق ممثليها. Pour vraiment faire quand même avancer les choses.